مشاهدي المتابعي الوفد لايف، اهلا بكم في حوار جديد مع احمد دابس، ونساله على ابرز مشاكل نادي الزمالك في الفريق كره القدم، افتتاحات مستشار مرتضى منصور، بجانب نساله على ابرز الصفقات القادمه في نادي الزمالك. اهلا ومرحبا بحضرتك كابتن احمد. نسال حضرتك، ايه راي حضرتك في الافتتاحات الجديده؟ طبعا هي حاجه عظيمه ومش حاجه جديده، يمكن احنا انتوا شفتوا الفترة الأخيرة الطفرة الإنشائية اللي حصلت في النادي، اللي عملها السيد المستشار مرتضى منصور من قبل من سنة 2014. النهارده قدرنا نفتح 12 حديقة بلفتة إنسانية من مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة السيد المستشار، إن احنا قدرنا نسمي الحدائق بأسماء الشهداء اللي دفعوا بحياتهم في سبيل الوطن. شرفنا النهارده السيد الوزير الشباب والرياضه اللي كان حريص ان هو يحضر الافتتاح، بنشكره على جهده مع نادي الزمالك الفتره الاخيره، فتره كانت بتشهد عدم استقرار حتى الانتخابات الاخيره. طيب حضرتك، ايه راي حضرتك في اهتزازات الفريق كره القدم في مباراتين، مباراه انبي وطلاع الجيش؟ مش اهتزازات، احنا يعني هنقدر نقول ان هي فتره الفرقه بتمر بيها، علينا ان احنا نساند الفريق اللي احنا لسه بننافس برضو على الدوري. في مدير فني، في مسؤول عن ملف كوره قدروا يقعدوا مع الفريق، لو في اي حاجه يعني اخطاء فرديه قدروا يحلوها، في مشاكل مع لعيب معين او اي حاجه نقدر نحلها، بس احنا انت لسه بتنافس على الدوري يعني. طيب شايف ايه رايك حضرتك في مستر فيريرا في الدوري، في بطوله الدوري؟ لا، مستر فيريرا ما يقدرش يعني ما يقدرش ما تحطش تحت اختبار لسه. هو الراجل جاي، لا مشاكل جوه نادي الزمالك بلعيبه معينه، يعني ما كانش اختار الفرقه، هو وافق على كل يعني على الفرقه دي، فانا مش هقدر ان انا اختبره دلوقتي، بس النتائج اتغيرت، طريقه اللعب اتغيرت، مستوى اللعيبه بدنيا اتغير، اقدر احاسبه بس يعني مبدأ سيزون جديد. طيب تقدر تطمن ايه بجماهير نادي الزمالك في ملف كره القدم؟ لا يعني النادي كله والله يشهد استقرار تام، ملف كرة القدم طبعا في استقرار، في مشاكل او في مشاكل بس هتتحل، يعني هتتحل بس في وقتها يعني. طيب من وجهة نظر حضرتك، ايه الزمالك محتاجه الفترة الجاية في تدعيم الصفقات، المراكز نفسها؟ لا محتاج تدعيم في كذا مركز، دي يعني دي بناء على رأي المدير الفني، هو اللي يقدر يحدد مين يعني مركز ايه بالظبط، يعني دي بتاعته هو مش بتاعتي انا، عشان اقدر ان انا اقول مثلا، ما انا ممكن اقول لك مثلا الفرقه محتاجه 11 لعيب جديد، بس هو طبعا نظرته كمدرب تختلف يعني. ايه راي حضرتك في الجماهير بيقولوا على حوار السحر وعلى استاد القاهره وكده؟ مش حوار سحر، هم حولوها لسحر، بس هي ما كانتش سحر. انا بقول مثلا ان اللعيبه بتشتكي مثلا ان بتتزحلق، اللعيبه بتشتكي من ارضيه الملعب، فانا بقول انا عايز العب في ملعب تاني، عادي وارد جدا ان انت بتبقى مش موفق، بتشوف ان يعني بتشوف حظك في استاد تاني، مش شايفها مشكله خالص يعني، يعني هي ما فيهاش اي مشكله خالص. انا بقول ان انا لعيبه مش موافقه على الاستاد ده، انا ما عنديش مشكله العب على الاستاد تاني، هم بقى حولوها لسحر وما اعرفش الكلام كله يعني ما لوش صحه خالص يعني. بس نشكر حضرتك يا كابتن احمد، وان شاء الله دايما التوفيق ان شاء الله. شكرا.